عودي معكم للمتابعة. طبعا نحن بلشنا مع ميلاد بموضوع حنكفيه، ولكن رح نجاوب كمان مدام صعب ما بدها هالقد بتاني فقرة. رامي رح ناخدك ورح نجاوب كمان مدام سمية اللي سألتك سؤال ما رح ننسى حدا، بس في قصة انه حتى يعني طبعا انت ذكرت وقد، ولكن حتى كمان ممنوع قصة أكيد. الكلب يتقوص. انا قلت يعني انا قلت على تصرفه، يعني على بفهم تصرفه. يعني انت مش متقبل بس. تصرفه نعم. ان احنا ما بنقبل واحد مثل ما بيقول يضرب كف حدا تاني. صحيح. بس انا عم نقول انت يعني قبل ما نحكم ونحكي ونعمل، لانه احنا ما انه حتى من واجبنا نحكي بالموضوع، نترك شو صار لانه ما بنعرف شو صار. صحيح. بس جوزيف انت بتتخيلوا انه ربما عم بفش خلقه باللي سبب له الاذى، عم يعني ممكن تروح انه تصرفه، اذا واحد تصرفه شنيع، مع انه اكيد للكلب ولا الناس ولا مش مسموح يكون في اسلحه بالبيت بهالطريقه، اصلا مش مسموح يصير هيك، يعني مش مسموح كله يصير. بس بتعرف شو، خلينا نرجع ناكد على انه الناس بليز يوقفوا يحكوا بالقصه، لانه كل واحد عم بيحلل على ذوقه، ويتركوا المختصين يتركوا المختصين يشوفوا شو سبب القصه. أوكي. لانه انا عم بيجي انا اقول انه والله هيدا سببه لانه بسبب الكلب. صحيح. وهيدا سببه بسبب شيء ما نحلل. وكل يوم امبارح بيقول لك في مساج في كذا، اتركوا القصص تصير احسن من فوت هالسلبيات حتى على حياتنا، يرتاحوا بسلام مطرح ما راحوا اللي خسرناهم للاسف. أكيد. الله يرحمه. انا بدي بس مدام سمية على سريع الجواب، انه مدام سمية بتعرفي انه اليوم في اكيد في ازمه شغل خاصه للشباب لبنان. نعم. بس مشان ما نعمم هيدا الموضوع، كل اللي لازم نعمله هلا مع ابنك ومع بنتك، اول شيء انا بحييه انه ما قعد بالبيت، قعد يشتغل ولو بمهنه ثانيه. نعم. ربما ما بتشبه الاختصاص تبعه، بس لازم نحييه انه يضل يحاول يوسع الرينج، يعني يوسع الافاق تبعه. انا بوعدك انه ان شاء الله بحلقه تانية خاصه للشباب والصبايا، خلينا نعطيهم شويه نصايح لما بدهم يقدموا على شغل، كيف ممكن يوسعوا دائره العمل اللي هن بيشتغلوا فيه، كيف يحطوا سيفياتهم باكثر من محل، كيف يضلوا يتابعوا، هل نصايح الصغيره يلي ممكن تساعدهم ليرجعوا يحصلوا على الوظيفه اللي هن بدهم. وانا بدي اقول لك كمان تشوفنا على الساعه 12:05 في معي ضيف دكتور ايمن. نعم. طبعا رح يحكي اكثر عن هالمواضيع هيدي وفرص العمل عند الشباب اللبناني وعدم الهجره. بقى تابعينا على الساعة 12 مدام سمية. رح ناخذ رامي ميلاد. رامي صباح الخير. صباح النور. ما تواخذنا نطرناك خيي. كيفك ميلاد؟ الحمد لله. كيفك رامي؟ ما بعرف قديش بدي اقوله، انا مقتنع فيه او عم جرب بس اقوم حالي بهذا الشيء لاقوله، بس انه رح اقوله. كيف بتعامل مع مشاكل؟ بحس في بعض الشغلات اللي نحن ما كنا حدا قايلنا عليها، انه في شغلات ما دغري توصلنا بالحياة، لو نحن بحاجة إلى كتير. نعم. بدنا شوي يعني نعمل جهد لنوصلنا. نعم. وما بتوصلنا يعني في سائبة في مراحل بالحياة، فما يعني أوقات واحد بتكون في مرحلة مثلا، هو مرحلة الثالثة بده شيء مرحلة السابعة، فبده ينتظر شوي، وصح إنه أوقات بتكون صعبة. فأهم شيء حس إنه العامل القوي بحس إنه هو بيسلم، يعني يسلم بالشيء اللي عم بيصير معه. نعم. ويفكر إنه هو هلا انسان عم يمرق صعبة، بس رح يجي اوقات ويوصل لشيء بده اياه. شكرا لك رامي. اللي عم بتقوله شغلتين كتير مهمين، لما قال تسليم يعني let go، يعني ما بدي ضل انا يعني معرض بمشكلتي عم فكر فيها كل الوقت، ومعه حق رامي. شغلتين اللي عم بيقوله انه الهوب الامل، انه انا ما في افقد الامل. كمان يعني السيدة يلي تحدثت عن اولادها، بما معناه كانت عم تقلنا انه هالولاد فقدوا الامل. ما هو نحن اول شيء بيعرقلنا بانه نلاقي الشيء اللي بدنا اياه، هو صحيح. لما بنفقد الامل انه انا ما بقى احصل على الشيء اللي انا بديه. بس تعرف ميلاد شغلي، الواحد الوقت يمكن كفيل يحل كثير من المشاكل. خلينا ناخذ منير. منير من جده صباح الخير منير. شكرا رامي. منير تفضل. صباح الخير حبيبي. لا بدي انا عندي مشكله وما عم بقدر حل، بدي احكي مع السيد ميلاد. نعم. شخصيا بدي وسيله التواصل اذا بيقدر، يعني بقدر اتواصل معه. اكيد استاذ منير الارقام عم تشوفهم يومين ثلاثه، بدي وسيله تواصل ما عم بقدر اوصل، يعني عندي مشكله وما بدي احكيها على الهواء. ما تعتل عم اكيد شخصيه عائليه. ارقام التليفونات استاذ منير قدامك على الشاشه، طبعا بدك تزيد عليها كمان كود لبنان 00961 مع الرقم اللي عم بتشوفه، فيك تتصل وتترك كمان مشكلتك او بيوصلوك مباشره. نعم. بميلاد. ما تعتل هم. انا اتصلت بس ما عم بيعطوني، ما عم بقدر. طيب. منير ميلاد بالكلينيك عنده او بدي اتواصل معه. منير يعني يلي حق لك خليك هلا مع فريق العمل، ترك لنا رقمك انا حاحكيك منيحه. ما رد يعطوني. لا اعطيني رقمك. بلا اعطينا رقمك انا حاحكيك. منير ترك رقمك انت وانا بتلفن لك. اوكي منيح. شكرا لك منير.
اوكي شكرا لمنير. لنكمل من بيبع بالاسئله. فاذا نحن كنا عم نقول من اي خانه؟ ليش؟ لانه انت اليوم الخانه كثير مهمه. يعني انا ازمتي اذا انا ازمتي بس ماليه منا نفسيه، نعم. وين المشكله؟ أوكي. يعني عرفت شو قصدي جوزيف؟ لانه نحن كمان من ميل نقول انه والله عندي ازمه اليوم. اذا انا ما معي 100,000 بجيبتي بس صحتي منيحه ونفسيتي منيحه، ويعني شو بتكون مشكلتي؟ بس ماليه. ما سؤال. اذا ما معك 100,000 وصحتك مش منيحه شو بيكون؟ لا ما جريت اكيد. لا لا بتصير مشكله صحيه، لانه عاد 100,000 لو معي مليون ليره صحة وصحة. لا لو معي مليون ليره وصحتي ما منيحه صارت صحيح. مشكلتي صحيه صحيح. أكيد. عرفت علي جزاب؟ بس قصدي انا ليش عم حط هودي الخانات؟ لانه الخانات كثير مهمين، لانه ما في يقول انا والله عندي انا ما... لانه نحن من مين نقول انا الدنيا خربانه فوق راسي؟ لك لا يا خيي، مش خربانه فوق راسك، مش صحتك منيحة. صحيح. تعرف كم في ناس ممكن يكون معهم ملايين الدولارات وصحتهم ما منيحة وما بيقدروا يعملوا فيها شيء، أو العكس. أنا سوري هون بدي أتشكر معالي الوزير والفعور على على المبادرة الكتير حلوة اللي قدمها للصحة بلبنان. يعني هذه ما بقى فينا نفكر فيها صحية. ليش شكرت وحس حالك قربت يعني أنه أنت تقوز على البعض ستي؟ إن شاء الله نقرب ونكون بعدنا بهالصحة يا رب. قصدي يعني ليش أنا عم تشكروا بعد كتير؟ يعني بشكروا لأهلنا لأخواتنا لعمومنا لقرايبنا لأصحابنا للمشاهدين طبعا. فإذا حطيتها بأي خانة ثالث ستيب هنشوف يعني كمان هيدا نشوف. رح رد لك إياها قصدي أنا قلت ليش أنه هلأ كتير مصر يشكروا. أوكي كيف رح يكون حجم المشكلة بعد سنة من اليوم؟ أكيد كل شيء بيكون صغير بيكون عنده مصيبة أو المشكلة تكون كبيرة وبتصغر. تصغر. ليش مهم أعرف حالي؟ لأنه أنا اليوم بعد سنة، أنا اليوم يا جوزيف المشكلة تتكون مشكلة كمان مشكلة تقدر يعني أعطيها سبب. المشكلة بدها تكون مشكلة إنه شوي دويمة، إنه هل ممكن أنا أعلق أنا وياك على باركينج سيارة؟ انتبه إذا أنا وياك جيران وباركينج سيارة هاي مشكلة بعد سنة يمكن تضل. أوكي. لأنه نحن اثنيناتنا عم نتناقل نفس المستوى 100%. بس إنه أنا عم بعلق أنا وياك على ماج ماي هلا وأنا ما بشوفك بعد يومين، إنه أنا مشكلة هيدي. حتى الباركينج إذا لقينا له حل ممكن. من عكار سوزان، صباح الخير. بونجور. هلا سوزان تفضلي. كيفك جوزيف؟ الحمد لله. بليز بدي أحكي مع ميلاد. تفضلي سوزان. بونجور ميلاد. بونجور سوزان. أنا بتشكرك كثير على البروجرام الحلو. ميرسي لإلك. بليز بس أنا عندي مشكلة، أنا مثل كمان مشكلة عائلية وبتمنى إنه آخذ رقم تليفونك. أكيد. وما حابه احكيه على الهواء. ما تعتلم ابدا، بالعكس بفهمك وبحترمك. تحت الهواء طبعا تركي رقمك وانا برجع بتصل فيك. ميرسي. مع مين بحكي؟ انت بس هني حيتولوا ياخذوا رقمك وانا برجع بحكيك. اوكي بسكر الخط هلا دغري. اكيد اكيد. وبتمنى من كل الناس اللي بدهم يحكوني حرام ما يعذبوا حالهم ويطلعوا معنا على الهواء. نعم. هني بس يعني بيقدروا فريق العمل يعطوكم رقمي ويعني. نعم. وما في داعي تقولوا انه عندكم مشكله وما نكون حابين تحكوا فيها، لانه هذا شيء بنحترمه يعني. وهيدا الشيء ومنه انه مثلا والله تحكوا معنا لازم تحكوا بمشكلتكم، بالعكس انا بحترم كثير الناس. حتى في ناس بعرف جوزيف بيتصلوا بيعطوا غير اسم. نعم. لانه احنا عايشين بمجتمع بروبلي، معليش المهم نساعد بعضنا، المهم اخر شيء نوصل لنحل المشكله. يعني ما بدنا نحن كمان نسوق لمشاكلنا. صحيح. نورا صباح الخير. بونجور. يا هلا. كيفك؟ تمام. يسعد صباحكم. صباحك يا رب. ميلاد انا عندي كمان نفس الشيء، انا حابه اترك رقمي وحابه اتواصل كثير معك. طب جريت. اوكي. يعني صراحه انه من زمان عم بقدر عم حاول. لا خلص بتعرف شو الاسهل ميلاد؟ حط رقم على اي حط رقمك يعني. حتى لا نورة ما في ما في رقم خجلوني عم بحسسوني يعني؟ انه انا كانه ما عم رد على عرفت شو قصدي. نورة والله هيدا الرقم بتصرفك. اوكي هيدا الرقم اللي على الهواء هو فيكم مباشره تتصلوا جريد. فيه وراح يتم التواصل مع ميلاد من خلاله اذا ممكن تتصلوا هلا عم تشوفوا. بس انا كمان برجع بشجعهم للناس مش بس يحكوا معي، انا بشجعهم نتواصل بهيدي الفقره. ليش جوزيف؟ فور وان ريزن، لما بنسمع مشاكل بعضنا لما بناخذ عن جد بنتعلم. أكيد. وهيدا الشيء اللي نحن حبينا نعمله بهالفقره. ناتالي صباح الخير. بونجور. ناتالي بس انه بس قولي مشكلتك بس عبال اسمع شو المشكله اليوم. مش كله بده يعرفوا ميلاد وحده. مشكلتي انا بدي احكي عن الحل. تفضل حضرتكم قايلين كيف تتعامل مع مشاكله. يلا يلا بطلع. يلا يلا بحكي. انا صراحه بتعامل دائما مع مشاكلي لاني بفكر بالحل ما بفكر بالمشكله. وانا على طول بحضرك وعندي كتب فور ذا بوزيتيفيتي. كلنا عنا مشاكل. صح. اذا عنا مشكله صحيه منروح منعالجها، اذا ما في مجال خلص منستسلم. بس نحن من اول شيء منضبط صحتنا، واهم شيء اذا صحتك منيحه ما حدا يقول ما في شغل. صحيح. كله في شغل، بتضلك تجرب تجرب تجرب
لحديت ما تلاقي خط حياتك. كلنا تعذبنا لقينا خط حياتنا. It's not easy. بس وانس تاخد المبادرة تمشي بخط. صح. وكلنا لازم نفكر بالبوزيتيفيتي حتى لو عنا زبالة بالطريق. صحيح. بالقليل ننظف حالنا. صحيح. ونحن ببقى نكب الطرقات وننظف قدام بيتنا وحتى نحن نلم زبالتنا ونفكر بكل شيء بطريقة بوزيتيف إيجابية. وأهم شيء وقت بيكون في مشكلة نفكر بالحل 100% مش بالمشكلة. أنا بدي هيدي طريقتي أنا. بدي أتشكر. شكرا لك. عندك كتابة 365 يوم لميلاد ولا؟ لا والله لا. مع أنه أنا دايما بقول بدي أجيب الكتب كتبك بس صراحة هيك ما نيك بحاجة لإله. ما أنت يعني قلت له جوزيف هي بتكتب كتاب لشو بدها الكتاب تبعوني؟ لا بمزح بمزح. بيعملوا لنا مثل حد ستار من شيب وهالقصص. شكرا نتالي. شكرا نتالي. ميلاد لا يوم يعني ما بينمل منك. شكرا. طبعا شكرا. كتير مهم انه دايما نحكي معك لنلاقي الايجابيه. هلا انا بكفي بتعرف لازم تكون اول فقره انت ليش تنطلق بعد الابراج يعني بدنا نطلب هذا الشيء. ثانك يو. رح نكمل ما خلصوا الاسئله جمعه الجاي اذا الرد من تبعهم سبت الجاي بنشوفك ان الله رد. ميلاد ما بدها هالقد. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين معكم بايجابيه وباندفاع وبدفش غير شكل. خليكم معنا بعد البريك.